الآن فروع ستاربكس وصل 20,000 فرع في كل دول العالم، 11,000 فرع منها فقط موجود في أمريكا. الموظفين في كل فروع ستاربكس تقريبا يوصل عددهم 172,000. ستاربكس قرر أنه يسوي تطبيق، هذا التطبيق يخدم عملاء ستاربكس بأشياء مرة كثيرة، وأيضا ستاربكس مستفيدة أنها قاعد تجمع قاعدة بيانات مرة ضخمة. كل مرة تشتري ومعك هذا التطبيق يمكن يطلع لك بعدين كوب مجانا. فكروا ستاربكس قالوا لا نبغى شيء أقوى، طلعوا فكرة أنه التطبيق نفسه تكون داخل محفظة يشحنها العميل ويقدر يحاسب في فروع ستاربكس من هذه المحفظة من دون ما يشيل معاه كاش. عشان يرغبون الناس أكثر صار سعر القهوة إذا اشتريت من هذه المحفظة أقل من سعر القهوة لو اشتريت كاش. حجم الودائع اللي جت في تطبيق ستاربكس خلال 2019 كان 1,500,000,000 دولار، وهذا يعني أنها تفوقت على 90% من البنوك الأمريكية اللي حجم الودائع فيها أقل من هذا المبلغ بكثير، رغم أنه في هذيك السنة ما اشترك إلا فقط 41% من عملاء ستاربكس في أمريكا.